سنة عن سنة مسابقة الدولة المبدع الصغير بتنتشر أكتر وبتتوسع والإقبال عليها بيزيد. أكتر من 10,000 موهوب وموهوبة تقدموا السنة دي لمسابقة الدولة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والسنة دي كان عدد المتقدمين هو الأكبر في تاريخ هذه الجائزة. حقيقة أن المسابقة يا شاذلي بتكشف كل يوم أن أرض مصر غنية بالمواهب. خلينا نرحب النهاردة باتنين من المواهب الصغيرة اللي فازوا بجوائز العزف والغناء، عمر حمادة الفائز بجائزة الدولة فرع الغناء، وشادي محمد الفائز بالجائزة الأولى للمبدع الصغير. صباح الخير عليكم، ألف ألف مبروك. صباح النور. طيب أنا هبدأ مع عمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله، حضرتك عاملة إيه؟ أنا كويسة طول ما أنت كويس. عرف بقى المشاهدين يا عمر على نفسك، وعرفنا عرفت إزاي عن المسابقة. أنا اسمي عمر حمادة صابر وعندي 8 سنين ونص. تانيا عرفت في المسابقه، عرفت انا قدمت في المسابقه دكتوره هاديه صابر، هي اللي قدمتني في المسابقه دي. وانت شادي؟ انا اسمي شادي محمد عبد الجيد، عندي 11 سنه. انا عرفت المسابقه دي من اخويا وبابايا، عرفوني عليها فدخلتها. طيب عمر بقى، تحب في البدايه كده تسمعنا ايه؟ زي ما عرفنا المشاهدين عليك نعرفهم كمان على صوتك. ماشي. عمر من الناس اللي بتحب صباح الخير يا مصر قوي، وبيشوف البرومو بتاع البرنامج وكان لسه بيقول انا بقعد اسمع ناس تقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصر، هو انتوا؟ قلت له اه احنا. صباح الخير يا اخي. صباح الخير عليك يا عمر، يلا تعرف الساده المشاهدين بقى على صوتك. ماشي حاضر. كل ده كان لما شفت عني، كل ده كان ليه لما شفت عني، حن قلبي ليه وانشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، كل ده كان ليه كان ليه ليه، آه ليه ليه. سلام. شفت الآه دي؟ يا سلام. آه ليه؟ احنا كنا فاكرين ان شادي صوته حلو. لا ده فنان كبير وشياكه كمان. يا شادي، عايزين بس نشيل الفيولين شويه كده عشان الناس تشوفك وتتعرف عليك اكتر. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. نعم الحمد لله. نبتدي بقى نعزف ونسمع الناس. نعم يلا بينا. Thank you.
يا سلام، هايل هايل هايل. دي معزوفة مين؟ المقطوعة دي ليجند كونسل. اتدربت عليها كتير؟ اتفضل. اتدربت عليها كتير طبعا، عشان تطلع بالإتقان ده أكيد اتدربت عليها كتير، صح؟ لا. طيب احنا عمر وحشنا صوتك بقى، هتسمعنا ايه تاني؟ حلوين. هنسمع والله ايه؟ انتوا اللي حلوين. انا مش سامع. حلوين حلوين من يومنا والله. يلا. حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالى علينا غالي، ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. يا سيدي يا سيدي، احنا كان نفسنا انتوا الاثنين تشتركوا طبعا في عمل فني، لكن طبعا احنا عندنا الشرقي وعندنا الغربي. عايزين نختم بحاجة يا شادي سريعا كده. هايل يا شادي، هايل. اللي حضراتكم شفتوه ده بيؤكد ان الابداع المصري لا ينضب ابدا، لا ينقطع طول ما هناك رعايه للمواهب اللي زي الموهبتين اللي معانا طبعا، وكل ده بفضل طبعا جائزه الدوله للمبدع الصغير اللي بتكتشف دايما المواهب. احنا بنشكركم وبنتمنى لكم طبعا كل التوفيق. عمر حماده الفائز بجائزه الدوله في فرع الغناء، وشادي محمد الفائز بالجائزه في العزف. شكرا لكم.